هدى شعراوي. هدى شعراوي في البعض بيختزلها ويختصرها في كلمة رائدة العمل النسوي في مصر، وفي بعض الناس بيختزلوها في أخبار كاذبة أو في معلومات كاذبة عنها. هدى شعراوي واحدة من أهم الأسماء التاريخية في مصر، مش بس في الحركة النسوية. كتير ما يعرفوش دورها في فكرة الاستقلال، في فكرة أنه مصر للمصريين، في فكرة أنه الاستقلال الاقتصادي خطوة مهمة جدا، دورها في رفض الاحتلال ورحلاتها المكوكية حول العالم. في كتير من الأكاذيب المغلوطة عن هدى شعراوي، وفي كتير من الاختصار لدورها الكبير جدا اللي هي قامت بيه. الحقيقة أنه الشهر ده ذكرى ميلاد هدى شعراوي، فكان من المناسب جدا يكون معانا حفيدة هدى شعراوي، الأستاذة سنية شعراوي، تحكي عن واحدة من أشهر الأسماء النسائية في تاريخ مصر في العصر الحديث. سنية شعراوي حفيدة هدى شعراوي. سنية محمد شعراوي. سنية محمد شعراوي. أنا أول ما شفت حضرتك يا أستاذة سنية أنا حسيت إن فيك شبه كبير جدا من هدى شعراوي. والله. يعني مع الفرق الصور وفرق الزمن ملامحك فيها كتير قوي منها. وأنا يمكن اتأثرت منها، عملت بحث طويل قوي، قعدت 30 سنة أبحث في حياتها. فجايز عشان كده يمكن طبعت عليها عرب. والجينات والوراثة بالتأكيد. يمكن آخر صورة ليها. حضرتك بنت ابنها. بنت ابنها محمد. بس ازاي اسمك سنية شعراوي وهي يعني وهي هدى شعراوي؟ احنا تخيلنا لازم يكون لك اسم مختلف. هي أصلا هدى سلطان، هي بنت محمد باشا سلطان، واتجوزت شعراوي، كان ابن اخت محمد سلطان باشا. يعني هي شعراوي. هي جوزها من عيلة شعراوي. ما اتجوزت ابن عمتها علي شعراوي بقت شعراوي، فهي اتمسكت باسم شعراوي، اسم جوزها لما دخلت في الاوساط السياسيه والنسائيه وكده، وبالتالي الاسم متماثل. كتاب حضرتك عملتيه من سنين، بس أول ما أتألف اتعمل بالإنجليزي مش بالعربي. سبب ما عملته بالإنجليزي كان في سنة 2014، كان في عملية ضد الفلسطينيين، فكانوا بيضربوا غزة ليل نهار، كان اسمها كاستلد متهيألي العملية دي، وأنا كنت في الخارج وكنت بتفرج أشوف اللي بيحصل في فلسطين وأقعد أعيط. الكتاب بقى أنا كنت شغالة فيه بقالي سنين وكتبته، وبعدين قررت إن أنا هحطه في درج وأنساه، مش عايزة أنشره. فلما شفت الغارات اللي بتحصل في غزة وعارفة أنها هي طبعاً دفعت كتير عن فلسطين، وحتى كان في مؤتمر اتعمل في مصر سنة 38 وهي اللي كانت عملت المؤتمر ده،
وعزمت كل السيدات بتوع الشام انهم يحضروا، وقررت ان انا هنشر الكتاب ده في وقتها وهنشره باللغه الانجليزيه عشان العالم كله يقدر يقراه. كان في وجهه نظري ان احنا يا عرب عارفين المساله دي قضيتنا زي ما هي قضيه فلسطين. فقلت لا، انا عايزه الناس كلها تقرا في الهند والسند وامريكا والغرب وكل البلاد. دي من الحاجات يا استاذه سناء اللي مش كتير من الاجيال الجديده تعرفها. يعني هم بيختصروا هدى شعراوي في مظاهرات 19، انما ما حدش كان يعرف انه بالنسبه لها كانت القضيه الفلسطينيه محور اساسي في كفاحها وفي تحركاتها في العالم. كان محور اساسي جدا، فكانوا بيلجأوا لها كمان، كانوا يقول لها وفود من فلسطين وسيدات من فلسطين ويشتكوا لها ويطلبوا العون. كان من ضمن الحاجات تأسيس بنك مصر مثلا، عشان البنك الأهلي كان بنك إنجليزي في الأصل، فهم كانوا محتاجين برضو للكفاح عشان فلسطين، للدفاع عن فلسطين، إن يكون في بنك مصري برأس مال مصري بحيث إنهم يقدروا يسلفوا للناس دول أموال عشان يكملوا الزراعة بتاعتهم. يعني بنك مصر ده حاجة وطنية جدا، هو حاجة عظيمة. في الكتاب موجود حكاية تأسيس بنك مصر، وإن هدى شعراوي كانت تعرف طلعت حرب، ومن الناس اللي شجع، هو كان متشكك في إنه هل أثرياء مصر هيرضوا يعملوا اكتتاب عشان نعمل بنك مصري، وهي كانت مؤمنة باستقلال مصر اقتصاديا. فحضرتك حكي الحكاية دي. أي الفكرة كانت فكرة أبوها واخوها عمر سلطان باشا، كلمت طلعت حرب هي وعنايات الدرمالي اللي هي مرات عمر سلطان، وقالوا له انت طبعا يعني عبقري في الشؤون الماليه وانت اللي هتاسس بنك مصر. فقال لهم يعني مش ممكن، ومين هيكون راس المال ده وازاي، وما كانش عايز في الاول. وبعدين هم كونوا رأس المال، اتصلوا بناس كتير قوي، وكل واحد وفي قائمة بكل واحد يعني دفع كام بالفلوس اللي كل واحد دفعها. عشان جدتك هدى شعراوي لأن هي كانت ويل كونكتد، كانت علاقتها قوية جدا بطبقة الأثرياء، فكانت بتفوت عليهم عشان يدفعوا في الاكتتاب لتأسيس بنك مصر. فعملت نداء للناس انهم يدفعوا، فكله في ناس كتير قوي دفعت، فكون رأس المال. فطلعت حرب بقى، ابتدى يشتغل في المشروع ده، وطبعا كان سعيد جدا، وده التخصص بتاعه، وكان عبقري. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.